يهمل الكثير من الفتيات. العديد من البنات أكيد تعجبهم فنانة مشهورة أو شخصية مشهورة عبر السوشيال ميديا أو التلفزيون، فتحاول أنها تقلدها سواء في حركتها أو في جمالها، لكن في بعض أو الكثير من الأحيان توصل إلى الهوس وإن تصبح هذه الشخصية المشهورة هاجس هذا البنت. مع بعض مشاهدينا رايحين نكتشفوا في هذا التقرير أهم الأشياء اللي تخلي البنات اليوم يتبعوا الشخصيات المشهورة والنجمات المشهورة عبر السوشيال ميديا. ساهم الاطلاع اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي في تقريب العالم وجعله قرية صغيرة، الشيء اللي خلى رواد الشبكة العنكبوتية يتأثروا ببعض. وبين التأثر الإيجابي والسلبي نلاحظوا مثلاً شريحة كبيرة من اللي جن في مولعات بتقليد الفنانات شكلاً لا، ويتعدى الأمر لحركاتهم وطريقة كلامهم. هذا الهوس بتقليد المشاهير تعدت سلبياته الإيجابيات، لأنه شفنا نماذج عديدة تعرضت لتشوهات خلقية بسبب العمليات التجميلية. أيضاً ما ننساوش ناس خسروا حياتهم الشخصية ببساطة لأنه حبوا يعيشوا حياة المشاهير اللي والأكيد أنه ظاهرها مغري، ولكن ما خفي عنها من أسرار قد يكون مخيفاً.